الوطن. الوطن. الأهلي ضحي بحمودي ورحيل وتوفيق والشيخ. عجبني قوي فكرة إن الإعلام بيعلم أكتر من المسؤولين اللي جوه النادي الأهلي. يعني هي تجربة تبهرني. لأن وبعدين تلاقي أسماء كتيرة هيجي حد فيهم. هيجي يقول لك انفرادنا. لا أنا مش بص الوطن يرأسها الصحف اللامع الكبير الأهلاوي الكبير محمود مسلم. وهو زعلان قوي. هو يعني وأنا عرفت إنه زعلان من عنوان معين اللي عاتبت فيه صديقي وحبيبي إيهاب الخطيب. قلت له لا ما تجيش منك يا ما ينفعش كده. ولكن أحيانا قسوة المحب تبقى أشد من قسوة المنافس. فيعني عايزين نهدي الأمور لأن أنا عايز الناس بس تثق. ها؟ الإعلام إعلام. لو عندك معلومة لازم تكتبها. لكن ما الاجتهاد ما يتحطش إنه يرسم لي سياسة ويحرك لي رأي عام ويطلع في الآخر في إطار الاجتهاد. لكن لو معلومه ما اقدرش ازعل منك، حتى لو معلومه انا عايز اخبيها وانت عرفتها مش من حق ازعل. حق ازعل من اللي بلغها لك. طيب